زينكاية هذه كل فترة تحتاج الكاليبريشن، يجي مع القطعة هذه، يجي مع قطعة الحديد هذه، يجي مع اللونار والسينكو، هذه علشان إعادة ضبط الوزن. هذه 100 جرام، فتسوي كاليبريشن على 100 جرام بالطريقة ذي، يعطيك كاليبريشن ثم يقول حط القطعة. الحين رجع وزنه 100 جرام. أحيانا مع الحركة، مع الطقة، مع شيء تتحول تغير شوي الوزنية، فتحتاج لها الكاليبريشن. هذا مثل بعد الحين يضبط الوزن على 100، هذه 100 بالضبط، ومثل هالحين نبي نزين لهذا. هذا خلاص يقول انه انتهى.